السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سبب فصل الراوتر؟ هذا السؤال الذي يأتيني كثيرا جدا ومرارا وتكرارا. أعزائي، كما نعلم بأن فصل الراوتر يسبب مشكلة لدى العديد من الأشخاص، والذين اضطر العديد من الأشخاص التواصل معي حول هذا الموضوع. بداية أعزائي، فصل الراوتر يعود لعدة أسباب وكالتالي: أولا، من الممكن أن تكون الكهرباء الواصلة إلى الراوتر ضعيفة، وهو يحتاج إلى كمية أكبر من الجهد الكهربائي. ثانيا، من الممكن أن يكون هناك مشكلة من الراوتر وزيادة الضغط عليه بسبب مثلا كثرة اتصال الأجهزة الإلكترونية به، فهو به حد معين للاتصال حتى لا يسبب أي مشاكل. مثلا، هناك بعض الراوتر الذي يكون يتحمل 5 أجهزة أو 10 أجهزة فقط، فبالتالي إذا قمت بزيادة العدد عن الحد المسموح فسوف يسبب بمشاكل.